ويا وطن اللي بترخص روحنا في فديانك، شعبك عن فدايتك زي نسور جديانك، بالإرث الثقافي وبين بوغ إنسانك يعون فيك السلام ويخدر وديانك. نحن المعنى بغسل الحديث نتنبأ، ما نرتيل وين ما شاف لياني نكبر، نايبا فينا عفاه سفايف وليب بتسمع قرش فوق صنب الجبال مرزبة. وطني العمر ما خان الجوار في حدوده، وطني الكل زول فيه بيفتخر بجدوده، وطني في المحاص دايما بنتر دوده، وطني فيه توب عازل بقر بعروضه. سلامك شيخ بالخير. طيب الليلة إن شاء الله نحن في برنامج يحكي عن التراث والبادية السودانية في اختلاف مناطقنا السودانية، معانا شعراء هم فحول في هذا المجال، من فحول الشعراء في السودان ويمثلوا بوادي مختلفة. أستاذنا حافظ أبو الكيلي كل الترحيب بك، وأستاذنا عبد الله والضحوية كل الترحيب بك، ويمتد الترحيب للشعراء في الحلقة السابقة، الحلقة الافتتاحية، الشاعر النجاضي أخونا النجاضي له التحية، والشاعر أحمد عثمان بن لادن، والشاعر فرح ود المنسي. المساحة الغادمة هي مساحات للتراث، نحكي فيها عن بوادينا السودانية، أشعارنا، عاداتنا، التقاليد، عاداتنا وتقاليدنا الجميلة. البرنامج حكاوي الدوبيت، ما دعنا نطيل فيه السرد والكلام، الناس بتعرفه من كلامه من مضمونه، مرابيعنا، مسادرنا، دوبيتنا، حاجاتنا اللي بتشبهنا نحن السودانيين. طيب أول حاجة أنا ببدأ بأستاذي حافظ أبو الكيلك، وقبل ما أسأله، حافظ أبو الكيلك نحن بنسميه من عرابين الدوبيت، فطالما اليوم الليلة الكلام عن الدوبيت وأدب الدوبيت، حافظ أبو الكيلك هو من عرابين الدوبيت، وعنده ديوان دشن وقريب، هو ديوان معركة كورتي فخ الشايقية، وأنا خليني أقول له معركة كورتي فخر الوطن كله. الدشن الديوان في إرث البوادي للأدب الشعبي ورابطة الشايقية في المنطقة الجنوبية، ورابطة الشايقية الأم، ودشنوه ناس ديوان أبو السارة. الكلام ده كان في مسرح أم درمان الغومي، اللي هو في مسرح أم درمان الغومي، يعني حاجة كانت شبه غومية، وجو فيها كثير من الأدباء والمثقفين. يعني أنا خلو أستاذ حافظ يتكلم لنا شوية عن المزدار، طالما اليوم الليلة عن الأدب والمسادير والدوبيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابك أخونا الفاضل جدا والشاعر المتمكن والإعلام المعروف الطيب ضد الفضل، والتحية للمشاهد الكريم، والتحية للناس خلف الكواليس، والتحية لأهلنا في منطقة الشمالية. وزي ما قال الطيب ضد الفضل، معركة كورتي هي يعني معركة خاصة بالسودان أو فخر للسودان كله، لكن الزمن اللي وقعت فيه وقعت فيه سنة 1821 أو 1828 يوم 4 شهر 11، كان السودان عبارة عن دولة سنار، وقبليها قبل الواقعة بتاعت كورتي بتقريبا 100 سنة، سنة 1672 كانوا استغلوا هن الشايقية بقيادة عثمان حمد العمارة من دولة سنار، وعملوا مملكة، والسودان كان دولة سنار جزء من الممالك المستغلة سلطنة دارفور. يعني كان السودان اسم لمناطق كبيرة في أفريقيا، لكن جت وحد ورا وبقى السودان اللي لسه على الدولة اللي احنا فيها. عشان كده سمينا الكتاب معركة كورتي فخر الشايقية، ما نوع من التحيز له، لكن نوع من إثبات التاريخ. انت لو صفحت الكتاب بتلقى أهالي المكوك، بتلقى غرب السودان عنده قصيدة كاملة، بتلقى كل القبائل الموجودة داخل الديوان، كل الشخصيات الموجودة، كل الرموز بتاع انها موجودين، ودي فكرة عامة عن الكتاب. نعم. نحن دايرين برضو نموذج، يعني الديوان طبعا هو الدشن وطبعت منه نسخات، وما شاء الله يعني الناس يعني شافته، الناس القراية قروه، والناس اللي بيسمعوا الأدب الشعبي كسمح سمعوا قصائده، وهو عنده رسالة. هو ما ذكر منطقة معينة أو قبيلة معينة من باب التخصيص فقط، هو عنده رسالة لكل التاريخ حقنا نحن السوداني، وربطه بالشعر زي ما العرب زمان أرخوا لجاهلية وأرخوا لصدر الإسلام وأرخوا لغيره بالشعر والمعلقات، نحن برضو أرخنا لسوداننا بشعرانا المعروفين، مثال أستاذنا حافظ أبو الكيلك. نعم، نحن دايرين نسمع منك نموذج في نفس الديوان. نعم، ك ك ك ك ك يعني
زي ما قلت كتوثيق كتوثيق نعم. كتوثيق لكورتي بقول اعدوا لهم سلاح ما قال قداح وكسوه. يا سلام. ده قول الاله قول الخلاف شنبسوه. جرين شاي قبيل حتى الصغار والنسوه لا قوم ماتوا نكاروا يمين مبرسوه. تاريخ الحجه والنكته من الغيره بسويه الرنع او زون نفيسته صغيره. يوم ركزوا الشوايق وعقله فوق مقيره كثير النجع من ساحة خلى بقيره ركابين دهم قول لا بجهت الشاقة فلا خندرك طفا جمرة الباقة عوافين وقع ما انزربوا فوق اللاقة جسر بسيوف لاقوا المدافع الناقة ابراهيم جعل في كردفان سيسيرة وصبح مرخة زود في شرافته وتيرة على شكول الجبل حميدان مأمن وديرة وشايك فدي بجودة وركابه بصيرة شايك قبض وادي المقدم نازل والد الحرة راغبه والممكك بازل سعى بقوة ما طاع الخسيس والخازل هزم الحبشة ما خلى لمغزى الغازل خلى قبيلة تتماوج سيوف وحراب كندوا الفرس صاينين العروض وتراب ممالك ثلاثة ومشيق السوراب صقار مانع فاخر هناك غراب سووا الخيل مجالس والسيوف أقلام كتبوا في عنا باين وفي سكاتنا كلام مانع قاب غرازا نعيج على الأحلام البلوم ويقبل ونحن ما بنا اللام بخبرنا العدو الجو كان البرة وتخبرنا الخيول ساحة الوجوه تنصرة تخبرنا الدروع يوم السيوف تنجر من اللي جاي بهم راجين خليفة الدرة لا من جاهن الغدر اللي بفتش صح داشوش من جيوش سوى الغبينة وشاح قدام دليل داير النتية صباح مو خابر عياش شايق حقيقة قباح يوم الترك بالبر زحيف علا وعقبان بالبحر خاف العشاري ولا اتنادوا الوجوه الريبة أبتن بلبيت العزة أمتع من حياة الزلة اتنادوا الشيوخ والكل وقف متحزب المال والعرض والدين كتار يلزم كذبوا الجولة قبالة الجولة ما ترزم ما كل الطويل له البعاد بقزم ما كل الطويل له البعاد بقزم قلعة كرتي عانيها الحياة مسبب تفيق زغروت عين أطرافة وين ما تقبل درقة وسيف وغواس الشغل تينبل ما فيهم طلاصف ختم والله معبي كان الزول بيودي عقبه مو رجع وكان الموت هذاك بيشوفه مو موت فجع شوايق وحرم وناطور البواش من هجعه خلوا الترك ياما الليل تثاور الوجع كانت كورتي في عاتم الظلامات نور وكانت كورتي من داب المجاهل سور كانت كورتي في بهم القوز نشور وكانت كورتي محرات الاراضي البور كانت كورتي في انسى اللي بيقولوا سمير وكانت كورتي في ركوب الجمال وحمير كانت كورتي في خد الضمر له ضمير وكانت كورتي في دوقت الفقير وخمير كانت كورتي بنات البيسر والليل وكانت كورتي لي صبر المحاصد كيل كانت كورتي للحفة كراع هيل وكانت كورتي ما بين التري وسهيل كانت كورتي جبت كله صاحب شان وكانت كورتي في الديوان والحيشان كانت كورتي في البكيات والبيشان عشان الكورتي ما خلوها ذات عشان كانت كورتي لي سيد القلم براية وكانت كورتي ليسي ذا الرزق سرايا كانت كورتي ليسي ذا الزرع جرايا كانت كورتي تبروق وجراب مرايا كانت كورتي فوق سعف النخل قوقايا وكانت كورتي ليل مقود النجد نقايا كانت كورتي ليه كبن الحدر سقايا كانت كورتي ليسي ذا السحر رقايا كانت كورتي في معلق في مرق الصنق معلاق وكانت كورتي نوريقل تقم دولاق كانت كورتي توريق البرح حلاق وكانت كورتي موريق الزراح تخلاق كانت لي قواديس الفجر حداف وكانت لي غواويس الندر أصداف كانت لي رواويس البحر مقداف وكانت في جواميس البقر أنداف كورتي الحيرت أهل الخبر في أهل وكورتي الكفكف الدمع الكثير من بهلي كورتي علمت معر اللعاد الصهلي كورتي فيها بتبين هشاشي وجهلي كورتل في محاجين الفخر بتنتلي وكورتل في محاريب الصمامة بتتلي كورتي الفيها مخلوقين دي حفت لكورتي عذرك أمطاول عليك المثلي. يا سلام التحية لأن عموم التحية للسودانيين عموم وأعيد أكرر تالي المعركة كانت في زمن السودان ما كان موحد. أيوة نعم هو طبعا السودان كان موحد لكن نقدر نقول ممالك كانت صغيرة يعني وكاد دويلات حتى الناس ذي اللي من حاربوا أهلنا في كورتي حاربوا بالإمكانيات البسيطة الضعيفة يعني ما إمكانيات
زي امكانيات العدو، كان منظم وجايب السلاح الناري، هم حاربوا بالاسلحه البيضاء وعانوهم. أيوة. اهلهم عانوهم، يعني الناس لحقتهم، يعني زو شاف السيف ولحق، حصل فزع، ما حاجه منظمه يعني. ايوه نعم، ما حاجه منظمه. نعم. طيب استاذنا والضحويه، اول حاجه والضحويه اخواننا قبل ما نخش الحلقه دي وشهاده لله ثم للتاريخ، قال لنا شربت لبنيبل وجيتكم، لانه الناس بيجوا يتهمونا يقولوا لنا انت والله بنلقاكم هنا تقولوا لنا الابل والمسادير، وبعد شويه بنلقاك قاعد في مكان الاسكريم. والله قال شرب لبن الابل وجاء علينا في التسجيل. ما شاء الله. اي فربنا يجزيه خير. نحن دارين يتكلم لنا، والضحويه شخصيه عندنا يمكن في الدوبيت من الشخصيات المعروفه، ويمكن الشخصيات عندنا من عرابين الدوبيت، يعني ما شاء الله رجل كتب في المسادير وكتب في كثير من الضروب يعني. فانا دايره يتكلم لنا عن المسادير شويه ويدينا شيء من القديم، قالوا ما عنده قديم ما عنده جديد. اول حاجه يورينا سر التسميه بتاعت والضحويه وعلاقتها شنو بالطيب والضحويه، الشاعر الكبير المعروف في ادب الهمبته واللي تناولته كثير من الغنوات حتى غنوات خارج السودان وكثير من الكتب. ده سؤال. السؤال الثاني مع نفس السؤال في نفس المحور، انه والشوراني لا من كتب المسادير، هل في ناس في زمنه كتبوا معاه مثلا مسادير نافسوه فيها، ولا المسادير دي كانت خاصه بزمن ذاك، ولا قواعدها شنو كانوا بيكتبوها كيف؟ الزامله والرحول حق الجمل او الزامله على المزدار والمناطق المشى فيها والوقفات، يعني داري انك تشرح لنا المزدار هو شنو وتدينا شيء من النماذج اللي اتقالت فيه. والله جزاك الله خير يا ابو الفضل، ومع تحياتنا للمشاهد السوداني. الله يحييك. ومع تحياتنا لغناه الشروق. بعدين انت ما شاء الله الليله سالتني سؤال انا كنت متمني باحث يسالني من السؤال ده. السؤال جميل. اول حاجه انا ناس الضحويه والله افتخر بهم جدا. يا سلام. واعتز بهم جدا. اهلنا الضحواب اليوم. واتشرف بهم جدا. لكن انا بين قوسين ما من اسره ناس الضحويه. ناس الضحويه بتربطنا معاهم علاقه الجعليين. واسمي انا بالذات سموني جبلاب. لما انا كنت صغير بحفظ لي الضحويه. تيمنا بوضحويه واعجاب بوضحويه. يا سلام. وانا من هنا والله بحيي كل العرياب وكل ناس الضحويه، وخاصه عمنا حدود الذات. يا سلام. وخاصه عمنا عمده الجعالين بشنب العريابي. بقول له والله يا اخي لما سجلت الشريط والله ما سميته الضحويه، سميته الكفيل، عشان انا كنت مليان بغنى الباديه وجاي من السعوديه في غربه، لكن ناس الشركه عشان الشريط السوق سموه بوضحويه. نعم. فانا بقول معذره لاهلنا الضحواب، وانا زول جبلابي وضوق من قمت في هاد الدنيا يا احبابي. يا سلام. وضوق من قمت في هاد الدنيا يا اصحابي. ضوق برمت بالعز والرجال اشنابي، ضوق بتنبى باهلي وبقول جبلابي. يا سلام. الضحويه زول معروف فارس، وزول كان حافظ عروض اهل القاعدين، وزول شاعر. كان من حفظ كتاب الله. نعم، ومن حفظ كتاب خلاوي. الله. نعم. وفي النهايه نقول ربنا يرحمه ويغفر له. والتحيه لناس الضحويه. اليوم التحيه. اما بالنسبه للشوراني. والشوراني طبعا طبعا في عهده قالوا كل شعراء شكريه، هو ذاته متربى مع الشكريه، وهم شديده ذاته بتعتبر من الجهتين مايله لولايه نهر النيل ومايله للبطاله. نعم. وكان معاه ناس حفظوا كريم وناس وتحصب ربه، كلهم جاي له وكلهم كتبوا المسادير. كلهم كتبوا المسادير. نعم. لكن كان عندهم فيها قواعد معينه قدامنا، عندهم فيها قواعد معينه في الكتابه. نعم. نعم، نحن دارين القواعد. نعم. تتكلم لنا عنها شويه. المجدار اصله تعريفه قومة الشاعر في تلك الأزمنة بجمله من ديرته قاصد ديرة المحبوبة، يوصف في الطريق كل حواسه وكل مشاعره وكيف المحبوبة حتتلقاه وكيف وسرعة جمله والزاملة حقته جمله. نعم. اللي هو الزاملة اللي هي الوسيلة يعني. نعم. أيوة. وبعدين في ناس كثيرة بتلقى مثلا في الجريدة كاتبين على المربع الواحد مزدار. نعم. يلا المزدار ده معروف أصلا هو رحلة، أما الكلام الباقي اسمه الشوارد، اسمه المربعات وكده. يعني المزدار واحد من ضروب الدوبيت. نعم. لكن ما اي دوبيت مزدار زي ما الناس بيقولوا. لا لا، الدوبيت المفرده عند جمع المفردات اسمه الشوارد. ايوه. ودوبيت المفرده بعرفها معروفه دوبيت. طيب لكن المزدار رحله. نعم. رحله معناته هو زمانيه، افهم من كلامك انه هو رحله زمانيه ومكانيه بزامله معينه بتجي مره بمناطق معينه لغرض معين. نعم. انه انت مثلا الشاعر قام بالجمل حقه وقاصد ديار محبوبته او قاصد ديار اخوانه بيكرموه مثلا، يعني برضه كانت موجوده يعني. نعم. ما دائما بتكون المحبوبه. نعم. مرات بيكون قاصد قبيله معينه
او دار اخوه او صديق ودار معينه بتكرمه، نعم، فبيقوم بيذكره. لكن في تلك الازمنه كان الاغلبيه المحبوبه. الاغلبيه، نعم. لكن احنا دايرين نموذج يا استاذ نور الضحويه، نموذج من الناس القدام، يعني ليك انت المساحه. لكن لو وديتنا من والشوراني افضل، لانه اكثر زول الشهر بالمسادير، يعني شاعر عبد الله حمد الشوراني، واكثر زول كتب فيها. نعم. والله اعلم. نعم. ايوه. عبد الله وحمد الشوراني. نعم. من شعراء الكواهله. منهم شديده. ويحلو لبعض الناس انه يلغبوه بامير شعراء البطاله. نعم. كان يحلو لبعض الناس. نعم. ومن فرع المرغومات خاصه يعني. نعم. وزول اكثر اقل حاجه يمكن يكون عنده 10 مسادير. ما شاء الله. المسادير المعروفه هسه في الاعلام وفي الكتاب 7 مسادير. لكن المسادير اللي احنا عارفينها تحت في الشرايط والناس سمعتها 3، يعني كلها 10 مسادير. يمكن اشهرن مصدار ود الدينكي والشراد. نعم. انا والله الشراد، الشراد يعني دون ما تقول لي اشهرن، كل مشهورات وكل كله مشهورات، لكن أي الشراد واحد من الثاني. مصدار الشراد دون مبالغه يا استاذنا حافظ. نعم. انا لقيت واحد اخونا واخو عزيز من المملكه العربيه السعوديه، له التحيه، حافظ مصدار الشراد. حافظه بمعانيه وبتفاصيله. نعم. وبيقول انه الكلام ده بيشبه ادبهن البدوي وبيشبه كلامه. نعم. مع اختلاف المفرده يعني. نعم. في بعض المفردات بتشبه وبعض المفردات طبعا بتختلف. نعم. والله يا استاذنا الضحويه هو حافظه زي ما هو بكل مرابعه الكثيره وبكل شعره الكثير وتفاصيل. فنحن دايرين نسمع منه حاجه. انا بعد ما دار اقاطعك، لكن من الابل الكثيره اللي قامت مسادير بختار ليك مصدار الطربان. نعم. تفضل. الطربان ده معروف قام منهم شديده مسغط راس الشاعر وماشي الجهيد ابو نجم. اسمه الطربان المشاعر. المرأة ما شاء الله جاريه حسناء سمحه مهدبه في زمنها يعني. واخونا ابو الكيرك طبعا هسه شويه عصر على الحديث. ايوه. لكن لما نرجع براءه وكده للقديم. ايوه. هسه عليه ورجع عليه كورتي ورجع للشغل القديم. نعم اكيد. وما عنده قديم قالوا؟ ما عنده قديم. ما عنده جديد. ايوه. وقال قلت للجاري حلبي وحريري من فره. عشوك تزكاها من الجالسين إن سروا على اللطحة تدخل أستجيل بحور وبر وماشي عليه سفر قاسي مزعج حر. الطربان زعل من الرباط والراحة، قال لي ما هجس لك زوج وظرف وسماحة. قلت له السهول انت ان قدرت كفاحة انا فاقد بنظرة للحزين فراحة. قال لي بالمسافات فعلي بغى بيه لكن السفر يسهر عليك ما بيه. قلت له ليا لسه عن عقرب ودابيه دور عرب البيت بيك بكره من صعبيه. ابقى انا في الصبيب الصافي غلق زيته وقلل له العليقه في الشراب ما رويته. خلاني طربان بالسفر وعيته علي وارد الغونه صاد بعد خليته. ويا هدر عقب الليل كله فوق خفافه. واقف ما برك ما ظن جيع ونشافه. المطربنا انا وقبل القطر السراف والتعب على المريود ضماني وصافه. قال لي العادي وقتك راح قيامك يمه ما تطاري الصراحه مع المجند كمه. قال الخلال يقول طربان رسن وجم عارف وبدل سببا في المسافه يلمه. رحت حسبته وجيت للزباف وهبرته. فتح قيده بشيل زي الرباط وهبرته. على المفرق وحار صبري اللي كان صبرته بكل المقدر المالح تحد عبرته. وقال حلمين ما يعقوش ليت انا مقرقوجه حنسته وبرك ما خلوفته ليه الجوجه. الوالد لي تعبه ولو حغرته سوقه جدي مجازي شتلت قيف وضارب وجع. وشديت السرق فوق القزاز ندوبه خطيت فوقه بالراحه وهجر قدومه. على المربوع غام تريد في طاوي دوبه بكلبه على السفرنا المولى حلق دوبه. وقمت باربعات وعام مصدر طامح رحل الزورو للكوع الصغير مو ملامح. رحل الكوع للزورو الصغير مو ملامح. يعني بالمضرعات العرض يا مرامح من اخذ دور حضوره معاه والله بسامح. وعقب البراوي فاقر المراح طلع فوق ابن مل عاقب دبر التفاح. بلد الريد اللي في الشيء المفتاح بعيد وقريب بعد ما خلوفته قدها صح. والتدري اللي عليه طلع النقاب متقصع عقبه مصوره شادره سلوك قلايد وتمصع. خلاه يسرح في الخبيب ويوسع بين سلحاته يفرغ وبيعقارب يرصع. وقلت للعادي داك شدر الجدار لاقانا نفتك فيه ولا نفوته ما في سخانه. قال لي ما عليك قرش الزمام رسانة ما في بقيل برمت الروبة تبقى ورانا. بعد ما وخر الجوز اللي بيرس وحاي مرحل سلق خفت الجد يفكك صايم. علينا طارت البرق المجودي رسايمه والدرب قصر وطول العريض قوايمه. زعبي واسع العقبة المصع والشابة رسل وراسه يديب الرحيل وتعابة. دخل بيرف الفوق النحاس لعابة أسطى خبط الضي ومهرة فارس الحرب اللي بيندل تورو أضبع عندها الطربان ما يشكره.
معاه انا والجمع صيّر غفارات فور وخذنا مجالنا كامل والسفر الى دول. يا سلام. وطيب الطربان، احنا لو جينا نفسر الطربان يا اخوانا للناس اللي ما بعرفوه، الطربان دائما بيكون صفه للزامله ذاتها للابل او للجمل بتاع الشاعر، فبتلقاه لما يقول الشراد، الشراد صفه من صفات الابل، والطربان الطرب صفه من صفات الابل لانها في مشيها طبعا بتضطرب شويه الابل، والصفات دائما بيقول لك الابل فوق سكران ودقات الموسيقى جروسه زي ما بقولوا اهلنا، فبوصفوها بالحاجات دي دائما بتلقاها صفه للجمل. لكن انت هسه ذكرت في مزدار والشوراني انه وصف حتى نوع الجمل، قال شنو؟ الكزازي. فتلقاهم بوصفوا نوع الابل والرحله المكانيه والزمانيه، قال قبيل 9:30 وشنو؟ 9 جيت وسبعة ونص وتسعة وتسعة دقائق. يعني شوف حتى الدقيقة يا أستاذ حافظ الزمن بيوصفوها يعني بالدقيقة، تحري شديد في الزمن والمكان. نرجع نقول إنه المزدار هو رحلة زمانية ومكانية عندها قواعد معينة زي ما أنتم سمحتوها، فيها زاملة وفيها غرض من المشوار وفيها مناطق معينة بتلاقيك أنت بتذكرها بجمالها وبطبيعتها وأنت في الزاملة حقتك. المزدار القديم أكان بالجمل، الناس بدأت تتطور شوية مع الحياة، سمعنا مزدار العربية ولحد هسه سمعنا مزدار الطيارة، وطبيعة الحياة بتتطور، لكن المزدار بتاع الإبل القديمة والجمال والحياة القديمة حقت أهلنا ما فقد شنو؟ قيمته، بل العكس ممكن أقول لك هو الأجمل. هسه الناس دائما بترجع للمسادير القديمة، أنت هسه ما شاء الله ذكرت مزدار والشوراني في برنامجنا حكاوي الدوبيت. نحن بنستهدف الحكاوي لانه ده استاذ حافظ ذاته هي شنو؟ حكاوي. نعم. هسه دي عباره عن قصه. نعم. قصيده وقصه في نفس الوقت. رحله. ايوه. انا حامشي لحافظ ابو الكيلك. حافظ ابو الكيلك انت طبعا شعر الشباب قاعدين يعني يعتبروك انت يعني انا ما ده اتكلم بلسانه لكن بيقولوا استاذنا حافظ ما بيتنغد. فبنقول لهم كيف؟ بيقولوا استاذنا حافظ كل ما تحاول تنغده مثلا في حاجه معينه هو بيطلع منها بيقنعك انه هو كلامه صح. فانا هسه دايرك انت تذكر لنا مقارنه بسيطه، ولو انه نحن في الشعر ما بنحب المقارنات، لكن الدوبيت طبيعته مع عمره مع الايام بدا يتغير لانه الحياه كل ما لمشت شويه يعني تتحدث وتخش على الحداثه. حتى البدو والباديه السودانيه والريف السوداني ما هو الزمان، بدات طبيعه الحال تحصل بعض التغييرات. الحاجه دي غيرت شكل الدوبيت وغيرت شكل المفردة حقته. إنت حافظ أبو الكيلي كزول من عرابين الدوبيت، شايف إنه الحداثة الآن دخلت على الدوبيت أضرت بالدوبيت، والفرق شنو بين كتابة الشعر الزمان والشعر الهسة، وهل الحاجة دي حاجة أضافت ولا حاجة يعني كانت خصما على الدوبيت مثلا إحنا شعرنا وأدبنا السوداني المعروف؟ الله، التحية لكل شعراء البلد والتحية لكم جميع. الشعر ما في تحديث في المفردة، يعني في المفردة الكلام ده كلام الشعري ده يا هو الكلام، لكن بتجي كلمات سوقية، في كلمات بصنعوها يعني تمشي الميكانيكية، بتلقى عندهم مصطلحات خاصة للميكانيكية، بتلقى في السوق في مصطلحات خاصة بالسوق، دي ما بتنفع في الشعر نهائي. الشعر ما لغة المخاطبة، يعني اللغة اللي بتخاطب بها الطيب وتخاطب انا والضحيه بنتكلم بها هسه احنا سوا دي ما لغه الشعر، لغه الشعر لغه عندها اجراس وعندها معاني ودائما يكون دائما بتكون صور، بيقول لك الكلام ده كلام شعري، كلام شعري لشنو؟ لانه الكلمه منه الواحده بتعني كلام كثير، ودائما الشعر صوره، الصوره دي مدى الصوره انت بتفسرها في راسك وبتشوفها بتكون بسيطه يا استاذ، بتكون حاجه بسيطه ما بتكلفوه يعني بتكون ايوه ما بيتكلف ما بيتكلف. الدوبيت الان ما في زول بيقدر يقول لنا محدث محدث يقول انا ما بقدر تجيب كلام من راسك، دي واحده. نمره اثنين، التقليد مضر، التقليد مضر. الابتكار وين؟ الابتكار بعد في الاسلوب، والضحية عنده اسلوبه، طيب عبد الفضل عنده اسلوبه، حافظ عنده اسلوبه. انت اذا كان جددت في المتنبي يسموه المتنبي لشنو؟ الشعر كان قباله راقد، لكن المتنبي جاب كلام لا اللي بقى يستشهدوه بالناس لحد هسه. نرجع رجعه بسيطه في الشعر القديم للمسادير عشان نقعد نغارم بالمسادير اليوم. كلمة مزدار تطلق على الرباعية الفد واحدة تطلق، وده الماء حاجة الماحي في مديح يقول لك شيلوا لي المسادير، شيلوا لي المسادير شيلوا لي الصلاة العصايتين اللواهي. شيخ أحمد عندنا في عنا الشكرية بيقول أنا قلري للمزدار جبرة تحدث فيه حديثا كله عبرة، المزدار ده الدري معاك فيه؟
الطيب الضحويه بيقول شنو؟ بيقول ما دام مقوفه صادره وارده بالمصدر. ما فيش داعي لها عشان الله يفتح. ايوه ده الدري فهمي، ده الدري صادره وارده بالمصدر، يعني البيت لها وين؟ في محله. عندك علوة حسن السوارابي او حمد عبد الهادي السوارابي بيقول لها بدام منقوفه، اي ما لها منقوفه بمزداره، ما تكون صوله ما لها تلبط لها منقوفه في مزداره او في شارع. بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى اشمل القران اشمل حتى يصدر الرعاء، يعني السدور عكس الورود من المويه عكس. بس نحن عندنا مثلا في بعض البواد السودانيه بيقول لك فلان سدر، سدر يعني مرق. كلمه السدر جات منها كلمه السادر، زي رحل راحل جات منها كلمه مرحال مزدار. تاني بعد ذاك انت خد في القالب اللي انت دايره والعرف بقى على المشي للمحبوب اكثر حاجه. نحن دايرين نسمع منك نموذج، وقبل ما نسمع النموذج يمكن الشعراء اللي كتبوا في الشيء الحديث هم يتناولوا مفرداتهم، لانه شاعر زي ما بقوله هو ابن بيئته. الشاعر ده هو بيستشف من الواقع، بيشوف الشيء الحاصل، عاش مع الليبل بيكتب في ابله، عاش في الطبيعه بيكتب في طبيعته، لكن الدوبيت في اصله هو ادب بتاع بدو. بما بيختلفوا على اثنين او ريف ساكن نعم بتاع بدو او ممكن تقول ريف يعني، لكن دخل الحضر ودخل المدينه بالمنتديات الثقافيه بكدي. في بعض الناس كتبوا مسادير زي ما قلت لك قبل، مصدر البوكسي، مصدر الطياره، وكتبوها بايجاد ان احنا ما نقدر نعيب عليهم، لكن ما المفرده بتاعت الدوبيت المعروفه، مفرده البدويه المعروفه. فالمفرده ذاتها يا استاذ حافظ، انا قبل عندي لك كلام عن المفرده. يعني المفرده مثلا تلقى في الشماليه هنا لبعض النبات مثلا بيقولوا حمريب. الحمريب الواحد ده بتمشي منطقه الجزيره مثلا او البطانه بتلقاهم يقولوا محريب. ففي اختلاف في المفردات من منطقه لمنطقه. هسه تجد منطقه ولايه نهر النيل مثلا كضرب مثال، مفرداتهم في الشعر في بعض النبات وبعض الحيوان وبعض الحاجات الخاصه باي منطقه يعني، او مثلا طبيعه في الطبيعه حقتهم ما بتلقاها عند كردفان مثلا. تجي البطانه تلقى بعض الكلمات زي التبر والنال حسب القش اللي عندهم بيقوم في خريف وكذي، نحن ما عندنا. نعم. فطبيعه يعني لا اثرها. هذا اختلاف القش ده يختلف الشيء. يختلف الشيء. من منطقه لمنطقه زي اختلاف. نعم. نعم. نحن دايرين نسمع منك نموذج، ويا ريت لو تدينا الشيء القديم. والله انا بديك. انا عندي مسادير، مجموعه من المسادير كلها مسميه بنفاض الهنيس. ايوه. نفاض الهنيس ده اسم واحد، بعد ذاك يعني بطلع منها بنفاض الهنيس واحد اثنين ثلاثة أربعة، بديك نفاض الهنيس خمسة. أبشر. بقول طول منها الخدرة وموالي ربيته، كمل دوره بين شايته وطوالة خيته، أحد بكل من شوف القطيفة عميته يقلب كوع دايرة الشدة كل ما جيته، يقلب علف وليرة كالدباس يشتو، قالب عينه ضايق وسره داير يفتو، امسك قيده بخشمه بتشوفه يلتو زي سيد الحمق ويكتر رفيقه ينتو، باينه مشافره ارفع فيها ربع الضنبه، بارمو العيش وقب حشاهه وقنبر سنبه، الفصل بصفوفا ذات محابر كنبه، يبقى لي ندرس كل زول يبرم شنبه، خاتف لونه من غبشه وبياض ودكانه، رافع هامته ليه ريحه الدعاشه شكانه، من الفايته معجون العروسه عكانه، دمنا جروحنا يا نفاضنا ما تشكانه، هجين وتهجنا الا هجنت ذات محاها، وكل هنا مديد بين الجرايد ودحاها، حسايسل من نعوم تندل فوق اطحاها، راميات كبدي بين عود الهموم والحاها، شفتوا تكدر النفاط وجاب له السخي، العب ضنبه بيبوله ويباد له ترخي، قلت لي كبدي حكيت الكريس بتوخي ما تنطب واصيب راي مودر مخي، عقب فوق سرجه من دك الغبار نفضته، بريته وساره بيج الصدمان حفضته، مسك بطانه من حبة يباس خفضته، معاوي الثاني البصر المساسي رفضته، يعاين فيا من طامي ماكي جيت جاب له هميك وزميك انطماس خليتي، على الفيشانه بتحمل تفوت نسليتي، احرس السوحة ليش شوفه وفوز بها ليتي، مسكت عصاتي سويتي امامي شقوت، حساب في راسي لا شوما تقول لا بقوت، للفيشانه ما دار الحديث بسكوت، يبقى صدرنا ليه رصاص منعنا تخوت، اتوكل عليها الله وقصدت البارك، داقش دومه لي ضلع التكنم بارك، قل للمابيا سهمتنا وقطعت اخبارك، عرض نفاضنا جاياك وطمعنا عبارك، طبعا دي قصه سيدنا يوسف، عرض نفاض جاياك وطمعنا عبارك، عرض نفاضنا جاياك وطمعنا عبارك، سرجوا موالف وما شكاله منه حكيك، قمز فوق قايم ويتبطر طيب الطركيك، اخذ اللفه ليه مسكت مساره، يعيق عقبه القمري فوق دكت علوه وركيك،
مساري خفه خاف من ظنتي غير راي قارب دوم وليرو كبركي موساي قلت له انا في ظل مهنوز عساك وعساي نعود حوفا ويتحنضل علي مرساي من ساقي النخل لا عند الله حميد سوى خبيب ومن الصيعه وتقيم من الصيد صدري الفكة من سجن انحباط وقيد لقاها حقيقه مسكونات درو بريد في البنكاري سوت معنا المخبول شد فريته ويتنفخت تقول هنبول باري الوادي والدربه برمال مقبول يقول مثلي كم ورد النشاط تنبول انا دار اجيب لك هنا ودار ارجع لك لورا انا دائما بقول المسادير شده اما الشعر الباقي انت ماشي من غريه لغريه كله تابع بعد بكون تابع للشده أيوه. برجع لك لنفاض الهنيس اثنين وهو بالبحر القصير بيقول بسم الله حلال المقصة بديك منه الشده الشده دي زي ما قال عبد الله والضحويه قبل قال لك والشوراني بشيت في عشرة انا دائما الشده قاعد احصرها في عشرة حتى يتحرك في الحداشر بيقول بسم الله حلال المقصة ومنك ربك يفن المدسه بعد عناي افكاري لسه هالمسدار تم هسه على المتروك ما باق له كسه سلوق وطير رصال ورصه يرضم ساي باديله قصه وخالت الحب قودم موسه قبيل في امه تحاكي بشه سحاب النتره القيف تهشه ابوه الرهوه اندور تنشي حصى ومهاروز بيخف وشه اربد ممغي مما حوله باين اشفر فوقه قدامه بيعاين مفاسح صدره من صار رد غايل سنابه الصاري في الريح ومدفاين يهيج في زمنه ويتعدى تياجه يروح بيبوله لا غزة سياجه ضاوي نهارنا والناشر دياجه عنده سواسي الروق مزاجه اديته اشاره من بعده يمعلي ترقرق عينه جامني ودمعلي سمعت الليله جاوبته وسمعلي وقلت له الليله برقليت لمعلي قال لي سواسي يا جدك لكيلك وهد خفي في الدرب المسيلي كركر صافي ليل اخفاك تهيلك عارف دحي في الرحله قبيلك شب البطان من جلده منعم وكل اللي فيه بالبستر مدعم كثير الشدة يا النفاط تزعم عله شديده كان لفيخ مطعم بيت اخواننا فيه وبحور في الكتابه أيوة. حتى الناس اللي في البدو سائل لا تعلموا ولا قروا ولا بعرفوا الورقه والقلم مثلا عارفين انه الدوبيت عنده بحور للوزن زي ما كانت العرب زمان في الجاهليه عندها بحور الوداء الوافر والمداد والطويل وغيره في الكتابه هون عندهم بحور اسد البحر القصير والقصير بيكون كلامه شويه اكثر واقل من البحر ومعناه مرتوج الطويل في الوزن ومعناه مرتوج قوي أيوة نعم. مدروج ايوه شديد في المخاطبه مع الجمل الحاجه دي حاجه مجازيه او عشان نبسطها يعني حاجه ما حقيقيه لكن من الخيال خيال يعني زول يقول لك في واحد قال جاهم الشوراني والظاهر بيقول انه زي نزل معاهم كده وقاموا قالوا له قول لنا مصدار فبقى يقول لهم مصدار وكده وبعد انتهى منهم قالوا له يعني انك انت معنى الكلام انك انت كيف بتخاطب الجمل يعني قالوا زود لك كانوا مو بيخاطب في حاجه ما حقيقيه فهم ما كانوا فاهمين انه هو يعني الحاجه دي بيتغمص ايوه بلسان حاله يعني بيتغمص دور الجمل وبرد على نفسه بيقول قال لي نعم وبعدين والشوراني ذات ما ابتدع الحكايه دي المتنبي بيقول أيوة. يقول عن شعب بوان حصاني عن هذا يسارع الى الطعان ده هاي ده 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 المتنبي قال الجواد قال لي في شعب بوان ده ده ماشي ليه الكتال نعم. قالوا لا قالوا ملاعب جنة لو سار فيها سليمان إلى سار بترجمان المخاطبة طبيعي أيوة. يلا المخاطبة الناس استمرات ما بعرفوها يقول لك كيف يخاطب له حاجة ما بتتخاطب فدي مخاطبة مجازية يا أخوان زي قبل قلنا الشدة عشان نتكلم عنها شوية نشرحها الشدة هي مثلا عند الناس اللي ما بعرفوها شدة الجمل أو شدة الزاملة اللي انت شنو راكب فيها ومسافر بها يعني فزي ما قال لك ده أستاذنا حافظ أبو الكيلي قال في 10 مربعات وتلقى مثلا الناس ثانيين في المصدار بيقوم يقول شديت سرجو ولا مثلا كدي قام خاطر او قام سادر بيقولها بعد 7 مربعات او بعد 5 مربعات فدي وقفات قبل المصدار المصدار طبعا برضه في وقفات يا استاذنا حافظ الضحويه نحن جايينك برضه لوقفات المصدار يعني تلقى مثلا الشوراني هو ماشي يقول لك وقف صليت وقف سلم وقف قيل مثلا يعني وقف ارتاح وقف كدي وقف كدي فهي رحله انت برضو عندك مسادير
حقتك انت خاصه غير حق والشوراني والناس القدام يعني المعروف استاذنا عبد الله والضحويه معروف برضه لكتابه المساديد، لان نسمع منك نموذج حقك من المساديد. باللي البياضك ناس يا عمور عبد. إيه؟ خبارك شايل الليل في الرباط بالجابد. قال لي الحبس طال والشكال لي قابد، داير لعبه البناله دائما لابد. قلت له وعد لي الايام مدرستي وقتها قرب ويشتقنا له يا سرجك وسار ومكرب. قال لي جيب لي العلوك عشان السفر اتدرب بجيب لك خويه الكفت السوسب وغرب. جبت له العلوك لا من صبح من شني وتردم قفاه وزاد فقرته التني. البلقفله والعضو الشراد محني بكره بقضي في الدم كان حييته بغني. وتيس وحش العلو البين ماذا سوح ودرجو سليمان عمي جايب لي لقام وسرجو. الخل الحلب حدني فوقه بهرجو اخر موضه بفلايتو وقلي الصيد خرجو. شيطان الحفيل اللي كان زمان بطرب طبيعته فيه ما بيعرف يجكو يقرب. لان هاي المسافه اللي البعيده بقرب فارطن بيه وللحوق النعامه مجرب. جاني الليل رقدت وقمت اشوف البلي لقيته جابد اللي ربشه ما بيبتلي. قال لي الصباح الخالي عنده سهل لي بسوي الدفق السيل الحدر مدلي. طمني ورجحت على الفراش والنوم لكن قلبي بعد الغفوة جاب له هموم. الخل الفكري من الدروس مرخوم غرام طالبات وحسس في الضمير مكتوم. وشاي الليل فيه تفكير غرام الداس إلا البلي مرتاح العلي مو حاسو. الخلاني مهتم به وكان فوق قصته تمح الخيل وقميز الكتيب والراسو. والبلي الملخ يدي اللي جامو جارو رشيديه زي عجل القطار التارو. الخل القلب مبسوطه دايما سارو لزوم سرجي المقصة المودة شرح الكارو. بعد ما شلت كتبي من زريبته مركته جبت الجامو بي صفحة وركوبه سرقته. البلي مثل ما كان الخياطة حركته مشوار طيبة ما بتصعب عليه وفركته. وقمج بي كرف ريحه ودعاكي وهابله ده الخلاني جزيرك متني وطابله. قال بلي العلوقة غرفة غرفة نقابله في ايدك خايف من بطن طويلة تقابله. عقب البير مزاول من حريمة وناسها سوت قم زريل الختت رصاصة. برندة تودقة ونمت البقوقة دباسة جاها ينفي في الفرناغة والحصحاصة. وبس يهريك عشان شارف صباح ومعلق وسوت رشيد الصقر النجع مو محلق. الخلاه طايرا بالسحاب متعلق عارف سيده راوي وفي الشعر متألق. عقب السوق يناتلوا باللقام ما حجوز ويعمل في المحالل في الخيال ما بجوز. الخلاه من اللوري لاكس الكوز سامع فوقه كل يوم الشعر مرجوز. الخطاط وميدان كرته جاهن عاير براوة عليك يا البل العبارة جاير. قريبر يا العلوة اللي قالوا حفاير ياخد قفلة وين ما شاف له كيسا طاير. خور الشلالة جاه الجامع عاد حديد وقع ودف بين صدره وقدف بايده. الخلاه دايما قمزي ناوي يزيد وخايف دقة الجرس اللي بتجلس يده. قطع الخور جاني مكوّر الكتاحة قصده يحاكي باز مهدي اللي قاله براحة. خلاني تعبان منه فاقد الراحة لماري قروش وبرجل ومنقلة مساحة. وقبض الواسع يشخر وينفر التغيان قطع الباب وبيصير صير والمغيان. الجمل البهجم البادية والفرقان كان لميت في هس بكتر الرغيان. سمع شكري وعاير لي وجاب له تبسم وسوى الدمع دع الكواي بعد ما يقسم. يا البلي الهوانه ضرب له جاب له تنسي مقدح في المشي شايفه خلاص متعسم. قال لي شوف الساعه وامسك لي زمن وعده والخيل اللي قام سيبني اللعوم لا شده. الخلاني عازم سرقي قطع قده عاجبني الغنى الباكر بجيب لك رضه. وشذرات السبيل اللي فيهن المال بارد جاهن جافل الهضليم مزاول وشارد. يا كسر السباع في الوحش بالطارد قريق صداع براسي وللضماير هارد. شف فوق الحليله البناه تلاشى خرم وقد منه مد بالحواشة. خلانا تعبانين خلاص وعطاشي سوا بيجري الخيل اللي بتاخد فاشة. قلت له يا دين كاوي كمبونة شربت قزايز براوة عليك يا في كل محفل فايز. يا البلي في عارك للتلاميذ غايب تنسف في تريت الليلة زي ما عايز. ويا البلي الجريك في نفسي كبر غيمتك معجب بقلايدك وكشكشت بريمتك. الغير الرجال ما بتركب بصريمتك شين قاسي يا البحر اللي بتلفح شيمتك. قال لي كما سوي لك الجرب الفيافي كيف لا تديني عيش خليه كبدي ليف. الخلاني كان فريح دعاش مزيف عارف نظرك الملعون بدوك بوظريف. تلاقوا ذاكر الطيبة والعاليات بدالك شوفه أسرع ضمه يا لونك بيعجب صوفه. كان هذا المشاوير في دقيقة طوفه تكون بالغت يا الحافظ وناوي حروفه. وشاف رد الفصول والمدرسة المشتولة وقل فيها عارفها الوقت مكفولة.
يعني لما الجبال من الحلب معزولة تستاهل سيوم البلبطان نزولة وعاين فيها معجب بالزهور الساتر وجاها يرش ومرة يعوم ومرة يناتل يا لدر الدمير السلطة صيدتك حاتل تعجب في الجري وعند العلوب بتكاتل وهجم مدرسته هدل الرباط ومحله وفي حفظ الكريم من حاجة ما تحصل له ياخد راحته ويدردك تمام في ظله لما نجيه آخر اليوم براية وحله من المصدر بتاع البيل ده يا أخوانا بنعرف نحن يا أستاذنا حافظ إنه المسادير دي ما ضروري تكون بالجمل أستاذنا والضحوية زي ما نحن شفنا المصدار يا أستاذ حافظ معناته ما ضروري يكون بالجمل زي ما الناس بتقول إنه شرط إنه مصدار الدوبيت اللي يكون بالجمل لا ما شرط هسه ده مصدار بحمار صح؟ نعم أيوة هو بحمار لأنه بيوصفه وبيقول يعني منقوت نقط من جهة معينة وبيتوصف مشيه ومخلايته وبيتوصف لجامه وبيتوصف فهو الشاعر أيوة زي ما قلنا قبل الشاعر ده بيتكلم مع المفردات حقت منطقته الكلمة اللي بيعرفها يا ولد الفضل بيغوسين ايوه الكلام الإبداع ايوه الإبداع يعني هسه شفت العصا بتاعت البابروج دي أيوة. كانت جدعنا فيها انا وحافظ ده ايوه ما تتخيلي دي العصاية السويدة نعم بعدين غير كده يا استاذنا نعم استاذنا الإبداع. الضحوية اي ناس عندهم يعني حاجة معينة بتميزهم يعني هسه اهلنا في الغرب مثلا اكثر شيء عندهم الخيل في الابالة برضه نحترمهم ليه ونديهم حقهم لكن اكثر شيء ناس بيعرفوا للخيل بيعرفوا تربيته وبيعرفوا ركوبه وبيعرفوا شدته وبيعرفوا الخيل الأصيلة تمرك شرك شوية بتلقاهم الناس ما شاء الله أكثر شيء في الإبل تلقى ناس الشمال ما شاء الله كلهم فين في الخيل عندهم وفي الإبل عندهم وفي أي حاجة يعني ما شاء الله فأنا كل ناس عندهم منطقة اللي بيقدر يتعاملوا معها فنحن قبل قلنا المصدر ده ما شرط يكون بالجمل يعني أيوة نعم أيوة ممكن يكون كلام الإجادة بس تجيد الإجادة تجيد وتجيد كلمته وتوصف الوصف الصح نحن في الحقيقة حلقتنا أكثر شيء ركزنا فيها على المجادعات مثلا بنحاول نربط بين الناس القديمين شعر القديمين والجيل الحديث لسه ودايرين شيء من المجادعات كان عندكم مجادعات برضو المجادعات ضرب كبير من ضروب الدوبيت حتى لو الواحد حافظ مجادعة بينه وبين واحد من الشعر التانين يدينا لا في الغزل نجيك له أستاذ حافظ والله هنا مجادعة في الغزل أنا مجادعة عفاري بده أيوة. لكن بخش لك في حق الغزل ما بنعفاك منه بخش لك في حقوة بتاع الدوبيت زي ما في اسم برنامج كده نعم حكاوي دوبي كان زرعت لي زرعة في منطقة حلفة الجديدة سنة 98 نعم بعدين هناك أنا في الوضع ذاك هناك بقول الناس تفهم بعدين جوا عشان ما نقول القصة شعرا نقولها الحكوة الآي قال أبل أفكاري اللي حرفا مقفة يخطه تعرض عاير مرد البدور وشطا عيون الغير في النوم البريح غطن إلا عيوني من سهرة ودموع ما بغطن درنا الحلة والونس الملانة طرايش بطن الوادي بطن الوادي والموية النقوع سرايش قيف الموج لاشخ فيها نو ورايف رطب نسامة زي دمع الفراحة زرايش جد بمالي ما قيل الظروب بتخابر تغرز عاضة من قلة القليلة دغاير قلبت فوقي والرتل بقي حتاوي الرص الجسدي بكل كيتين محاور مانا ندمان لكن حال بدور وتأرخ فات الكام معاي من المراري السرخ بعد العفا أسروع هالقروب المرخ مع الوشاش تكنتي وان يمت الفرخ مرحات البعوض من العصر تطنايص ورقطة الدبايب تقول في فرح تطهايص اردح قعو والجندي بيفور ويطلع يصيك من حتى زي يابس الصبيط الصايص كسرت عصيدة والشرموط ملود يحفرعو والمد خافوا من بلهار ساعات كرعو قلت مسورك يا حافظ ودار يرضرعو يبقى عطية فيه وتبش تنزرعو خمسة شهور لا في جمال عصار اي قلت مسورك يا حافظ دار يرضرعو يبقى عطية فيه وتبش تنزرعو شتلت بصولي والموليت نجام اشقاني الموليت ده هناك قشه تقطع الليله بكره فاكر تبوه هاي بيقولوا لما البين عندنا في الشمال ايوه شتلت بصولي والموليت نجام اشقاني ويوم في ترعى قلع علوك لخيك تلقاني
كم من صدعة ما لاقيت للبرقاني آنس نفسي بأهلي جوار فرقاني. يا سلام. خمسة شهور دعي لا في جمال عصار وما من عقب حال لو إلا عندي بصار عين فرح الحصادة مالي بالليقة صار جريت الحساب لقيت النتيجة خسارة جريت الصيف معاي قلت الحكاية تغتي أساهر لسه قي وغشن جدي وليم ستي مدعمم لي الفقر قاعد يسوينا حتى راجي كان كريب هضم المرارة لاتي حليت الديون وجات كفاف الوزنة حت نهرات التري حرات ومرات مزنة طبعا التراب لا موسمين تراهين جزنة لا شفنا هنة ولا شيتا بصرف حزن دخلت القريب عقب حقب بكرابي والطين المسمغ جزمتي وشرابي المال الملمو في ضيحي ومرابي ناجعلو السنين ما ضاق الوضع جرافي سوك كسلة بالخدار لافحت طابق الوزنة والزبون صافحت كثير اجتهدت والفقر كافحت لا من التلحن توب الخطر يتلفحت سوق القضارف في هدوءنا جراير مرات بورة شينا سوق القضارف في هدوءنا مراير مرات بورة شينا ومرات تجينا جراير قاضعين التب تب ما شفنا اي حراير والجلابية غبشة وما فيها ذات زراير جربت الشيح الليل بندر المدقاس رصيت البصل صيوان ومملك راسي يا ما حلا سويت للحساب كراسي لفقني السوق خلاني عيد في دراسي ضحوات اشتغل بفاسة كان بيقف وساسك في هياير قدمي لامن حفة الوشاش هناك يكاتلك عديل مغفة ما في انصاف حلوليات فوتو يا يتوفى ورحلفة كله اللفيت فجخ لي عقارب بيحتمل كفيتي لامن قضيت العلي والديون وفيتي حقب بقاجي خاتر والنفوز عفيتي دي كانت زراعة حرف لكن الخمسة شهور دي بخمسة سنة أي خمسة شهور دعك لاف جمال عصار ده شيء يا أخواننا من معاناة الشعراء في ناس يا حافظ عندهم نمطية كده في راسهم يا أستاذنا الضحوية إنه الشاعر ده ما زون من المجتمع إنه ما بيشتغل زي الناس وما بيزرع زي الناس وما بيحصد زي الناس وما يعني مثلا عايش حياته زي الناس الشاعر هو واحد من الناس بيزرع زي ما الناس بيزرعوا وبيسعى البهايم زي ما الناس بيسعوها ويعني بيشتغل وبيأدي دوره في المجتمع وبعد ذاك هو فرقه من البني ادم العادي شنو؟ انه هو بس بوصف عنده ملكه التوثيق أيوة زي ما هسه حافظ أيوة زرع زرعته ومعه أيوة ناس كثيرين زرعوا لكن ما قدروا يوثقوه هسه هو بتوثيقه ده عبر عن نفسه وعبر عن ناسه المعاهم فاكيد مجالات الحياه كثيره والشعر طبعا هو زي ما بقولوا يعني وما الدهر زي ما قلت قبل المتنبي قال وما الدهر الا من رواتي غصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً أو إذا صفت شعراً أصبح الدهر منشداً فهو بيعبر عن الواقع وعن الحال أستاذنا الضحوية مشهور بالغزل أنا قبيل حافظ زاغ مني في موضوع الغزل ده ومرق لي بالزراعة دي داير أجيك إنت في الغزل وأنا دار أطلب منك لكن بديك المجال لو إنت داير تقول ده تقوله قوله لكن أنا بطلب منك سلوى حافظ دور في قلبي أيوة ورايد واحد اجو راجل انا اسف يعني. في الفرقه دي ببدل لك الغزل الرضيت الرضيت ايوه ببدل لك بالجقلة والله بقى ما رضيت اسوي لك الفيلم كده والله رضياني لكن داير انك تقول انا غزل برضه لانه جقلة قلنا فيها كثير انا حافظ ما بخليه في الغزل لازم اجيه راجل لكن انت زول معروف بالغزل ومتهم انا ما دا اقول لك هالكلام ده والله اغلبيه الشعراء الشباب بيقولوا استاذنا عبد الله والضحويه الغزل بتاعي كله يعني ما شاء الله الشوارد يعني شفت انا ايوه وكان قلت لك قايل 1000 مربع في الغزل لكن ما قاعد اجمعه واسوي قصيده ايوه واحفظه نعم لكن عندك قصيده سلوى من القصائد انا يا اخي اللي عيني الغميد ما جالي ايوه وطيفك يا ام سماح طافني وعقب لجالين ايوه ربات الحجاله الصلصل الحجالين عليهم باكي بالدمع وهدف لي مجالين الطيب الرفاعي قال لي ربات الحجال هرع البلوك فجالي النديم من بدري بقصص الجدود حجالي قم حنا البصايد وبالشروق قجالي نسرا عاشق الله يوم ظهور دجالي والخلتنا يابسين والجسوم دعية تبلت روحنا في احجانا ظرفها بيت اليومات للعشاق سلاحة مزيت جراحتنا وجراح الريدة ما بتخيط وبعد الجمعة فاتت وانت ما جيتينا يا ما همومنا زادت وبدموعنا بكينا عليك كبت ساحة واترت في حنينة كيف تتخيلي ان بقى تاني ما تلاقينا ويا دفع الله ما شفت الصغير الفاتن قصة ما قصة فوق شبحات بلدنا فاتن سوى قلوبنا كورة بالمتبة الشاتن مرق الروبة بهدلنا وشبعنا بشاتن
وبعد ما كنت رايق ونومي فل الفل علي سلطت مهور السبايك الضل فراق الدرع ابو ريبت الليل الحل خلى القلب رزم وحمى الغميد ما يطول ويام لها جمت العجك الضناقل البلح ولا خليها يا عشان حافظ بها يزعل مننا ويام لها جمت البلح الشوايق البلح عندها سلطة والغفر المعاه مسلح الظلم بقيت جنابة لا من كلح تضحك وتقول إن شاء الله ما يصلح جزيرة وادي كاف سبحة وكبيرة مساحة لكن يا حسن عايم كنت مساحة حارس له ديفة وللبنات كالساحة مناع للزيارات والمرور في الساحة وجزيرة وادي كاف الفيل فواد مزروعة وين ماشيين لخطوة بجريحني فروعة أمسك فيها روحي معلقة مدروعة لعميل ريدة واجب وسنة مشروعة وبسمت جهجهت كل الخليج في الغاعة وبشنت المحاضرة وقلبت أوضاعه ما دام البروف قال لها سمع وطاعة نصاع للأوامر ونبقى من نتباع تجاسوس معاي قلت لي يا أحمد كلمات أحمد كلها اقتدار وبراعة طيبة يفوح وفي جو الشعر ضواعة العانيها أحمد ويشكي من نبقاعة خلي الجامعة في السودان قليل أنواعة أحمد دق لي ساعة واحد والليل قال لي خطرت طافت بره بالخاطر ملامح رانية أحيت بايد إحساسي ومشاعري الفانية في جنبها السنوات كأنها ثانية فيها غزالة الديس والرذايف البانية قلت له يا أحمد براك ولا احتني رانية من قد شندي وين ست الغطوف الدانية انحربتني من نومي ويامي الهاني أمس خيالة ما بغايب الفكر للثانية أحمد قال لي عساف رانية فكنا فحاد عبير وضاع وكرباج رانية وارك قلصة الأضلاع أو صفراني هاف قبضه وريدا باعه لقى ترب رانيا محزم البراع قلت له رانيا المسحة الدر ولا آل شعاع بسمات رانيا براق السحاب الماع الفيريدة ودر من نقل بوضاع عندها هنهنة وضحكا بلاقي عقاع قال لي رانيا الهردت كبد العشوق سيوفها بيزيد في الجمال وين ما عيوننا تشوفها بريبة العلو ردم الحقايب دوفة فيها الفلجة واللجن البديعة حروفها قلت له راني قديت النال المراد شروفة راني اشتيلت المنقة الندية جروفها راني الحلوة فاهمة بالسماح مشروفة راني البايتة في ريشة كبت ظروفها بيحكي على لجنتها قال لي لسغط راني أحلى من الوتر نبراتها وقدلت راني تاتاية وتقار خطواتها مهر السنجة كالغرق حقولة ثلاثة أنفها سيف ومدبورة وكبار حدقاتها قلت له راني المسخ الشهد النحل بحالاتها عند العام مدر وعسيل عين خالاتها كان داير اللي هيجل بيهم يغالاتها منقة وفوق سكر وتلقى فيه خلاتها قال لي ظبيد عفاق صيرة وعسين قنبارة فمها ليلة السارية البها الخرخارة كفل الخير ومياق الجد شمارة في رانيا انسهاما للعشوق نحارة قلت له رانيا الباقة فيما على الضماير نارة جدية ومهرة حافلة وسمعة النقارة الخلاني غنيلة ويجر مزدارة حلوة وساجة هرضيم النعام لاك صارع قال لي راني بتشبه الدرعام حقيبة ولبة صدرا طامح تهدم ثمار وشبة يعني بتم السبيب الحمحمة ثلاث شبة طيفة دقيقة ما فارق خيالي وغبة قلت له بريبت العفا الهطة السحابة وكبة جاها مريدة ولعوا في الضماير شبة يا صادرت صبري وما فضل لي حبة في خسر جدي الظمآن طول غبة آخر غنوة قال لي كل الشاف عيون رانية وغزير رماشة جانا يسو عجج العضات الوشاشة ورسنجة كان لابسة دروعي وانفاشة ليها غريح تدفاقة ودوام جياشة قلت له راني الشافة في الميداي مهار غشاشة هلوس وجاب له وزازة ومعاها هشاشة بين بلد عيون للقلوب حشاشة قطعت قلبي شالته لا بني لا شاشة وقطعت قلبي شالته لا بني لا بني لا شاشة وده طبعا الغزل المجادعة اللي قبل تكلمنا عنها المجادعات يا اخواننا عبارة عن قصيدة بين شاعرين أستاذنا عبد الله والضحوية بقول أستاذنا حافظ بيقوم شنو بيرد عليه ولكن شرطي بتكون بنفس الغافية وفي مرات ما بيلتزموا بالغافية لكن بيكون نفس شنو نفس الموضوع أيوة المجادعة جاية من كلمة جدع أجدعني وأجدعك لكن جدع الشعر بشنو بالغنى وبالقصائد طيب نحن يمكن خلاص في مشارف الختام أنا قبل ما أديكم فرصة تهنوا دار أدي تحية كريمة لكل الطيور المهاجرة أي زول مغترب من السودان شبابنا السافروا في طلب الرزق في جميع الدول أنا من هنا بقدم لهم تحية أقول لهم إن شاء الله تعودوا سالمين وغانمين إن شاء الله ربنا يصلح
حال البلاد الإسلامية كلها وحال سوداننا إن شاء الله. طيب قال صلى الله عليك يا سيد المختار بعدد الكواكب وكل ليل نهار، محمد يا نبينا وشافع الأبرار، يا الوسيطنا بالضيف والضعيف والجار، صلاتي عليك أبلغ بيها كل مرادي، وسيرتك تروي عطشي ولي خير الزادي، ومعبد توصف فيك وصف غير عادي، أدبك جم وحسنك تم جبينك نادي، يا طه بحبك في نعيم ومغيم، وصلى الله عليك زادك صلاة وتسليم. من الغير طه وصف ربي خلقه عظيم، من الغير طه ختم الرسل بالتعميم، يا في الجنة جارك كافل الأيتام، صلى الله عليك ما حس طرفي ونام، يا لوجهك بفوق بدر الهيوع التام، نحن على العهد والبيعة والإسلام، ونحن على العهد والبيعة والإسلام. وصلى الله عليه وسلم. أترك لكم المساحة، تهنوا أحبابكم وأهلكم برمضان وبأعياد الفطر المبارك إن شاء الله. المساحة والله أنا بحيي كل هنا اللي بيسمعونا، كل هنا اللي بيسمعونا الحي، وبترحم على الميتين الله يرحمه، وتحية لهنا في الشمالية من الناظر لحد العمدة والدلولية منطقة حياس العمدة والزيات، تحية للأسرة الكريمة، وتحية خاصة خاصة للطيب عبد المنعم ومدقرسي، منطقة مدقرسي هنا الجزيرة. والله أنا بهني وبسلم على أخوي ود عمي زول الفارس زول الأرباب حسن ود عوض الله ود محمود الخليفة، وليه التحية، وزي ما أنت قلت نعقب عليك، اللهم صل على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، مشغول بالوصول لسوح وليل ونهار، عليه العنكبوت نسجت خيوط ستار، نبي الله المبيض له الحمام في الغار، يفكر في السفر سنتين وعشر أيام، لا هجست نايم ولا نفعني طعام، يا باريس صغن تشفير قلبي الهام، بتين يوم بكرة نصبح للمدينة قيام، مهووس قلبي مشغول السفر هافيلي، عدت في كواكب الليل زحل وسهيلي، على النبي في المدينة الهاشم القنديلي، مشتاق أبكي جو البقعة مو باقي لي، ومشتاق أبكي جو البقعة مو باقي. دي كانت حلقتنا يا أخواننا لبرنامج حكاوي الدوبيت، مشاهد العزيز الكريم يحكي عن تفاصيلنا، البوادي السودانية، الريف السوداني، الأدب السوداني، كل الجمال، ونحن معروفين شعب الكرم، شعب الأخلاق والمروة والفزعة. كانت دي حلقتنا للغاية غريب، إن شاء الله انتظرونا.